كفكفي دمعك فساج اليوم شهيد، كفكفي دمعك فنجلك يزف إلى فلسطين عريس. نظرة أخيرة ووداع أبدي امتزجا بالدموع والزغاريد. والدة الشهيد لم تصدق أنها لن تراه بعد اليوم لتلحق بجثمانه بعد خروجه وتنادي، لكن المجيب يسير حيث تمنى وأراد. ساجي الله يرحمه تحمم وطلع بدي يطلع عند صاحبه، والجيش كان متربصين لهنا من حد ما طلع طقوا رصاصه واستشهد. موكب الشهيد ساجي صايل درويش 20 عاما انطلق من مجمع فلسطين الطبي إلى جامعته بيرزيت، وفيها حمل على أكتاف أصدقائه ومحبيه وساروا به حيث كان يجلس دائما لمدة 2 عامين خلال دراسته الصحافة والعلوم السياسية. وكأن الشهيد ينطق ويقول: أنا طالب الشهادة وابن فلسطين. ومن الجامعة إلى منزله في بيتين شرق رام الله ودعه الأقارب وكل من عرف ساجي ابنا وصديقا، حتى فرسه التي أحب ودعت فارسها بطريقتها الخاصة، فيما كان من ارتكبوا الجريمة ونفذوا الإعدام في المحيط يراقبون ويشاهدون كيف يودع الأبطال ويخلدون. ومن هنا شيعه آلاف المواطنين في موكب حاشد إلى مثواه الأخير في القرية، ساروا خلف جثمانه ليس إلى المقبرة بل إلى الحرية. شهيد يرثي شهيد، وقافلة الشهداء تعانق الخلود، قسم وعهد، إما عظماء فوق الأرض بكرامة أو تحت ثراها عظاما بشهادة. بالأمس معتز وبك ساجي، الوطن اليوم يعتز. وبعد دفن الشهيد واحتضان الأرض لجثمانه عم السخط والغضب انتقاما لدمائه، لتندلع مواجهات الثأر بين طلبة من جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال في محيط ما تسمى بمستوطنة بيت إيل، رشق خلالها الشبان جنود الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة، فيما رد الجنود بإطلاق الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق عالجتهم الطواقم الطبية ميدانيا. مشاهد أعاد بها المحتل المواطن الفلسطيني مجددا إلى دائرة استهدافه بالقتل والعدوان، ويبقى الدم الفلسطيني شاهدا على جرائم الاحتلال ولعنة تطارد الطغاة والقتلة. من قرية بتين شرق مدينة رام الله، علي دار علي، تلفزيون فلسطين.